مرحبا، راح نحكي اليوم عن موضوع الكارديو لحرق الدهون ونغطي بعض النصائح المهمة والأخطاء الشائعة بخصوص هالموضوع. نبدأ بتعريف الكارديو، وهو عبارة عن أي تمرين بتحكم في عدد نبضات القلب ويعمل على زيادة عدد نبضات القلب لفترة معينة. والأمثلة على ذلك المشي على جهاز التريدميل، البايسيكل، السباحة. راح ناخذ المشي على جهاز التريدميل كمثال أساسي لموضوعنا اليوم. من الأخطاء الشائعة بكثرة هي ممارسة تمارين الكارديو قبل التدريب، حيث أنه يجب ممارسة تمارين الكارديو بعد التدريب لضمان حرق كميات أكبر من الدهون وتأدية تمارين رفع الأثقال بشكل فعال. وليس المقصود هنا ممارسة تمارين الكارديو للإحماء فقط لمدة 5 دقائق. من الأخطاء الشائعة أيضاً بكثرة هي اعتقاد كثير من الناس أن الهدف الوحيد من الكارديو هي خفض كمية نسبة الدهون، ولكن إذا كان الهدف رفع كمية الكتلة العضلية فإنه يجب على الأقل ممارسة الكارديو مرة واحدة أسبوعياً لتدريب عضلة القلب وتقويتها، حيث أن عضلة القلب هي المسؤولة عن ضخ الدم لباقي عضلات الجسم. أفضل وقت لممارسة تمارين الكارديو لضمان حرق كميات أكبر من الدهون هي في الصباح الباكر على معدة فارغة قبل تناول وجبة الإفطار، أو مباشرة بعد الانتهاء من تمارين بناء الأجسام. أفضل أنواع تمارين الكارديو أو الجري لحرق الدهون هي ستيدي ستيت كارديو و HIIT كارديو. ستيدي ستيت كارديو تكون عن طريق المشي السريع أو الهرولة من غير أي تغيير كبير في السرعة أو في الشدة، وتكون فعالة إذا كانت مدة الكارديو من 40 دقيقة إلى ساعة. HIIT كارديو وتكون عن طريق الركض بأقصى سرعة لمدة 30 ثانية متبوعة بمشي سريع لمدة 30 ثانية إلى دقيقة لإراحة القلب فقط، حيث تعتبر هذه دورة واحدة ويجب إعادة هذه الدورة تكراراً وتكراراً لمدة 20 إلى 30 دقيقة. أتمنى تكونوا استفدتم من المعلومات، واستنونا فيديوهات جديدة.